من خلال التراكمات التي أصابت إقليم كردستان، من خلال ما حصل من مشاكل مع الحكومة الاتحادية من جهة، ومن خلال الأزمات العالمية التي حصلت والأزمات الإقليمية، اتخذت الكابينة التاسعة قرارها بأن تكون كل الأفعال التي يعني سوف تسير عليها أو الخطوط التي سوف تسير عليها بعيدة تمام البعد عن الماضي السحيق الذي واجهه إقليم كردستان. نعم، من الممكن أن تكون هناك العديد من الأزمات أصابت إقليم كردستان، 90% منها مفتعل، لأن بكل صراحة الأزمات إن كانت عالمية أو إقليمية أو دولية هذه أزمات عامة تصيب الكل وأصابت جميع الدول، ولكن الأزمات التي أصابت إقليم كردستان كانت أزمات مفتعلة. من خلال هذه الأزمات المفتعلة كان قرار حكومة إقليم كردستان في الكابينة التاسعة هو عدم السكوت عن كل مقصر، هذا أولا. ثانيا، معاقبة كل فاسد. ثالثا، عدم السكوت عن أي شخص يحاول المزايدة على حكومة إقليم كردستان. رابعا، تواجد رئيس حكومة إقليم كردستان في أغلب الأنشطة التي تحصل هنا وهناك، الزيارات المكوكية المتكررة إلى دوائر حكومة إقليم كردستان، الزيارات المتكررة لوفود إلى بغداد على أساس يعني رئاسة الحكومة، على مستوى رئاسة الحكومة، على مستوى الوزارات أو على المستويات الفنية، هذا بالإضافة إلى المشاركة في الكثير من المنتديات العالمية والدولية. يعني لا يمضي شهر إلا وترى السيد مسرور بارزاني متواجدا في بانل عالمي، في جلسة عالمية، في مؤتمر عالمي. من خلال هذه المسألة اتضح لنا أن دولة الرئيس مسرور بارزاني رسم خطا مشى عليه وحقق نجاحا باهرا وكبيرا خلال هذه الفترة. يعني لأول مرة منتجات من إقليم كردستان زراعية تصدر إلى خارج البلاد، وبالإضافة إلى ذلك لأول مرة يعني تحصل هناك مباحثات مباشرة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بوجود يعني تجديد من حكومة إقليم كردستان على المطالب الدستورية الكردستانية، وخصوصا فيما يتحقق يعني حتى ولو لم نكن راضين على هذه المسألة 100%، ولكن مسألة الموازنة حكومة إقليم كردستان كانت متواجدة فيها بشكل مباشر وبنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى وجود العديد من المقترحات على مستوى العراق وتوضيح كل المبهمات التي كانت موجودة في العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وخصوصا في الأمور المالية.